الحمد لله بلدنا غادة في الطريق الصحيح في تدبير سياساتها المائية ووعية بالتحديات اللي كتواجهها، وشفنا مؤخرا كيف أن جلالة الملك انطلاقا من هذه القبة المقارة تكلم على إشكالية الماء وأكد أن تدبيرها يتجاوز الزمن الحكومي وكيدخل في إطار الزمن الاستراتيجي ديال الدولة. المسألة الثانية اللي كتخلني مطمئن بعد شيء هو أن بلادنا عندها استقلالية مواردها المائية. احنا ماشي بحال مجموعة من الدول اللي السيادة ديالها المائية مرتبطة بالجيران والحمد لله، وبالتالي فمواردنا المائية سواء كانت قليلة ولا كثيرة هي موارد ذاتية وما عندناش فيها شي تخوف اللي هو جيوستراتيجي.